معاكم حلقة جديدة مهملي الحكايات الشريرة. طبعا مش قناة، ده في القناة. النهاردة هنتكلم عن نفسنا. طبعا بهزر. النهاردة هنتكلم عن سايرون هود. على صورته وحاجاته المنشورة في كل مكان، شكله مرعب. خد من فكرة بإيه شكل عايزين بظروف غامضة. هو بيسمع منين او بيشوف منين؟ دي صورة من بقه. ركزوا كويس وهتشوف سنينه. طبعا انا شايفه سنينه شوية كده، بس عشان موبايل بايظ يا جماعة. تقدروني يا جماعة، مش قدرين يا جماعة، او عايزين تكونوا مقدريني وكده يعني. دوس لايك وسبسكرايب، اهم حاجة. وبس يلا كل ده مش بدأنا الفيديو. يا مولي انت نصابة ولا على فكرة انت نصابة ولا ايه؟ يا مولي انت حبيتك على فكرة. يا مولي انا بحبك قوي يا مولي. طيب دوس لايك وسبسكرايب، يلا بينا نبدأ. ده طبعا سايرون هود من زمرته. هقول لكم على الحاجات المضحكة منه. التميز من الحاجات المضحكة بيه ده بقه، ماشي، ده بقه، ده عينه، ده ودانه، ده مناخيره، بقه، كل حاجة في جسمه. يعني هو بيشوف من بقه. هو بيشوف منين؟ ما عندوش عين؟ لا، عين جوه بقه يا حبيبي. يعني لو انت اتشبطت من سايرون هود ده انت هتشوف عينه وودنه ومناخيره. يا لهوي، ده انت هتشوف بلاوي. المفروض يكونوا في جسد دول البر اصلا، بقوا جوه البق. هو اكل عينه وبقه ومناخيره وعودانه ولا ايه يا جماعه؟ مرعوبه منه. كل اللي بفكر بيه. لا بصراحه مش بفكر. تمام. وطبعا دي حاجه مضحكه جدا على سايرون هود. طيب يلا بينا نكمل الفيديو. هو مرعب بالاساس، اللي هو مش موجود اصلا. عايزه اقول لكم على ميزه، الناس بيجيبوا صور او ستيكرز عشان يبينوا سايرون هود حقيقه وكده، بس في الحقيقه لا. وفي ناس بتعمل بالشكل ده. راجل لابس لبس رسمي بيكون في الكمبيوتر الشكل الازرق ده، بيحولوا الصوره فبيبين ان هو حقيقه وبتخاف كل يوم، بس هو مش حقيقه. واوعى تصدق الخرافات دي. وبس، او عجبك الفيديو متنساش تدوس اللايك وسبسكرايب. معلش الفيديو كان صغير، بس هوعدكم هنزل تحقيقات كثيرا جدا بعد الاجازه بتاعتي. لازم عايز اجازه. يلا سلام يا قلبي. وهيكون في فيديو في ماينكرافت صنع الحاجات احسن. يلا مع ناس مفاجئين كده، مش بكرة يعني، في يوم كده محدد مش هقولكم. مش عارفة اليوم هذا اصلا. يلا سلام. جانا ريماس ماجر فري ماجر